أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة. وخلال ترأسه للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى التنسيق مع السلطة التشريعية، وتم عقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر. كان مدبولي قد استهل الاجتماع الحكومي بالإشارة إلى زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، منوها إلى أن هذه الزيارة شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة التي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. كما أشار رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة لتقوية العلاقات مع الأشقاء الأفارقة.